تحبوا تقولوا ايه للناس عن ليالي اوجيني؟ يعني ايه اللي يعني نفسكم الناس تقعد يعني عشان الناس تقعد تتفرج؟ طبعا ظافر وامينه اكيد هيخلوا الناس يقعدوا، لكن ايه اللي في القصه يشد الناس يخليهم يقعدوا؟ انا بالنسبه لي المختلف هي الدراما البني ادمين والعلاقات والناس جواهم بيبقى حاصل ايه، وازاي بيطلعوا ده وازاي بيخبوا ده ساعات وبيداروا على ده في حته تانية، والمشاكل البني ادمين كلنا اللي بنسكت عنها احنا حاولنا ننكش كده شويه. رومانسيه عاليه؟ يعني ممكن هي دراما اجتماعيه، يعني فيها بارتس رومانسيه وفيها بارتس هي مشاكل الناس الطبيعيين زي ما كانت زي حياتنا، ما فيش حد ما عندوش رومانسيه في حياته بس بتختلف طبعا قدرها. طبعا وانا بشكركم وعارفه ان انتوا هتقدموا لنا يعني حاجه محترمه ومختلفه وممتعه كمان، يعني هو بيبقى صعب ازاي تعملي حاجه مختلفه ومحترمه وممتعه في نفس الوقت. انا عارفه ان ده صعب وكوميرشال كمان، انا عارفه ان التوليفه بتبقى صعبة جدا، لكن انا متأكدة انه يعني انجي وسناء انتوا قدمتوا لنا شغل محترم قبل كده، وانا عارفة ان انتوا هتقدموا لنا شغل كويس جدا في ليالي اوجيني. ليالي اوجيني الساعة 11 كل يوم على سي بي سي العامة، وبفكركم الوصية الساعة 7 اول حاجة كوميدي عندنا، ثم عوالم خفية الاستاذ عادل امام، ثم ليالي اوجيني الساعة 11، ثم طايع عند منتصف الليل، يعني احنا هنقفل النهاردة على طايع عمرو يوسف، ثم رحيم الساعة 1 الصبح، وده العامة غير طبعا سي بي سي دراما.